يعني هذا الانفجار الكروي في جيل الناشئين القادم والطموح من أجل أن نرى منتخبات متعددة الفئات جميلة. هنا الآن عبد الجليل أجاكون يعيدها إلى حمزة الدردور الذي يحاول التسديد. حمزة الدردور يهدي الهدف الأول لنادي الحسين إربد. هذا الحال وعلى هذا الركب وعلى هذا الضغط العالي نادي الحسين إربد سوف يحرز الهدف الأول، وها هو الهدف يأتي من قبل أقدام اللاعب حمزة الدردور. لكن شوف الكرة، عبد الجليل أجاكون، تحدثنا كثيرا عن هذا اللاعب، وشوف الجمال والاستلام وبكل هدوء ورزانة على يمين الحارس أسامة الكوامري، استلم وروض والتف ووضعها بكل سهولة بكل سهولة وبكل رزانة على يمين حارس المرمى أسامة الكوامري. 1-0 عبد الجليل أجاكون، محور مميز. يعني شوف عندك حمزة الدردور كان حاضر، مصعب اللحام ينطلق ولكنها قطعت، عادت من قبل اللاعب عمار الحصري إلى عامر علي، ولكن هذه المرة بتسديد جول. منذر أبو عمارة، منذر أبو عمارة، منذر أبو عمارة، منذر أبو عمارة يهدي الهدف الأول، يهدي الهدف الأول لصالح، أو الهدف الثاني، الهدف الأول له في هذا اللقاء، الهدف الثاني لصالح نادي الحسين إربد. منذر أبو عمارة الهدف الثاني له لنادي الحسين في هذا اللقاء. الهدف الأول جاء من قبل اللاعب حمزة الدردور، هو صاحب الهدف الثاني. 2-0 يعني مع العجق الواحد شوي انعجق وصخب الجماهير هنا لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي الحسين إربد. شوف يعني أسامة لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد، كانت تسديدة قوية من قبل اللاعب مضرب عمارة، تسديدة قوية من منذر أبو عمارة. مصعب ينطلق، طولية من مصعب على الجهة اليمنى، محاولة لعب كرة عكسية، أهو جول عبد العزيز الداي، عبد العزيز الداي. يهدي الهدف الثالث للنادي الملكي هرب عمارة وعبد العزيز انداي. شوف الكرة الطولية، الاستلامة عكسية، وعبد العزيز ما شاء الله بهذه القدم وبتمركزه الصحيح الذكي يهدي الهدف الثالث لصالح الحسين إربد. شوف الكرة بالإعادة،